دكتور ناجي، قال الله أنا مهلك الأرض كلها، إذا فيك تأخذنا في رحلة ما قبل الطوفان قرار الله في هذا الموضوع. أحداث الطوفان حدثت بعد حوالي 1650 سنة من خلق آدم وحواء. في الفترة دي شر الإنسان زاد على الأرض جداً، فالرب كان لازم يعاقب هذا العالم الشرير. ده بيحط سؤال مهم قوي يا أسيس نزار، هل الله إله قاسي؟ لا، الله إله عادل. هنشوف لما الرب هيدمر العالم بالطوفان، الرب عطى وسيلة نجاة، فمع العقوبة هناك وسيلة فداء. علشان كده الرب قال لنوح يبني هذا الفلك اللي يسع الحيوانات اللي الرب هيحتفظ بيها، لكن كمان في مكان كافي لناس تانية تؤمن وتدخل الفلك. فالناس اللي ما دخلتش هم اللي غلطانين، هم اللي ما سمعوش لنعمة الرب المتاحة. توضيح بس انه لما بتقول مهلك الأرض، انت بتتكلم على قشرة الأرض، تغيير طبقات الأرض، لأن الأرض كانت كتلة واحدة والناس كانت متجمعة في مكان واحد في الأول قبل ما تتكون القارات. وفي الطوفان تكسرت القشرة الأرضية والتكتونيك بليتس اتحركت وكونت هذه القارات اللي نعرفها دلوقتي، وده بنسميه كاتاستروفيك جيولوجي، يعني جيولوجي الكارثي.